في جماعة قالوا لي إن فيه جمعية أهلنا الخير بتصرف العلاج على طول، فجينا من كفر الشيخ من هنا من شبين خدنا العلاج، وشكرا للجمعية. رحت للجمعية أهل الخير وبصرف العلاج من عندهم. أهلنا الخير. جينا يعني الوسادة دي جت لجينا يعني على الخير اللي بتعملوه، وجينا هنا. سعيد لعب دور كبير معايا بصراحة، يعني أتمنى له التوفيق.